حول هذا الموضوع معنا في استديو مركز الأخبار الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة. بداية نرحب بك دكتور محمد. نتحدث اليوم عن دور وسائل الإعلام القطرية وما مدى تعاطيها مع هذه مع الأزمة في الدوحة. ما هو تقييمك للمعايير المهنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا لا أتوقع أنه يمكن أن نتحدث عن وسائل إعلام قطرية. نعم. توجد قناة الجزيرة وهي قناة صنفت يعني وكانت توصف في السابق على أنها قناة مستقلة وهي صاحبة التأثير الأكبر في الواقع. أما وسائل الإعلام الأخرى من صحف وربما من قناة رسمية فهي ليست ذات تأثير كبير جدا إلا باستثناء التعتيم وتضليل المواطن القطري نفسه. يعني أنا حينما أطلع على التقارير التي تنشر في بعض الصحف القطرية في الداخل أتصور أن كل ما تحاول هذه الصحف القيام به هو يعني مجموعة من العوامل. أولا التضليل فيما يتعلق بالصورة التي تصل إلى المواطن القطري، هناك محاولة لإيحاء بأنه لا توجد هناك إشكالية، بأن الوضع الاقتصادي سليم، بأن موقف قطر هو الموقف السليم، في حين أن جميع الدول الخليجية والعربية التي اتخذت يعني موقفا من قطر هي تقف على الجانب الخطأ من التاريخ. وبالتالي هذه عملية تضليل يقوم بها الإعلام القطري داخليا، ولكن ليس هناك تأثير إقليمي أو دولي للإعلام القطري على المستوى يعني الإقليمي والدولي، باعتبار أن الصحف الموجودة في قطر وحتى وسائل الإعلام الرسمية هي وسائل متواضعة جدا يعني تنحصر رسائلها باتجاه المواطن القطري. لكن قناة الجزيرة في الواقع هي ذات الدور الأكبر في 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 هذا الوضع، وخصوصا أنها يعني ليست قناة برز دورها في الأزمة الحالية الآن، وإنما هي قناة منذ عام 1995 وحتى الآن، وهي تمارس دورا ليس فقط دورا تضليليا إلى جانب دور الإعلام القطري حاليا، وإنما هو دور يصب ضمن مشروع إقليمي كبير جدا يعتمد على تفتيت الدول العربية واستخدام الإعلام كطاقة لتحشيد الشباب في الوطن العربي ضمن مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي نعرفه وتحدثنا عنه كثيرا. وبالتالي فإن الإعلام القطري هو فقط يرتكز بشكل أساسي الآن على قناة الجزيرة. نعم. فيما يتعلق بالخطاب الإقليمي والعالمي، وأما فيما يتعلق بالخطاب المحلي فإن الإعلام الداخلي القطري يتولى مسألة تضليل المواطن القطري ووضعه في يعني حيز من الظلام بحيث لا يعلم ولا يرى ما الذي يجري بشكل واقعي. ولكن دكتور محمد، من وجهة نظرك ما هو المطلوب اليوم من الإعلام العربي لمواجهة هذا التضليل الذي تتبعه وسائل الإعلام القطرية والمتمثلة كما ذكرت بقناة الجزيرة التي دائما تحاول أن يعني تمحور يعني القضية أو تحور من مجرى الإعلام الصحية، ما هو سواء داخل قطر أو خارج قطر، ما هو اليوم دور الإعلام العربي تحديدا؟ هو في الواقع يبدو أن هناك تغير جذري فيما يتعلق بطبيعة تعاطي الإعلام سواء كان الخليجي أو العربي أو حتى الدولي تجاه التضليل الممارس من قبل قناة الجزيرة وأيضا الإعلام القطري بشكل عام. والدليل على ذلك اليوم أن قناة الجزيرة باتت تدافع عن نفسها. يعني اليوم قناة الجزيرة تغيرت بشكل جذري في نوعية التقارير التي تقوم ببثها. هناك محاولة لبث المظلومية، هناك محاولة لبث يعني ما يمكن أن نصفه بأنه استهداف لقطر، في حين أن نفس القناة في مرحلة سابقة كانت تمارس دورا شيطانيا للغاية، لم تترك دولة عربية وخليجية في حالها سواء كانت البحرين أو المملكة العربية السعودية أو الكويت أو مصر أو غيرها منذ عام 2011 وحتى اليوم، وقناة الجزيرة لم تتوقف عن استهداف الداخل المصري على سبيل المثال. نعم. لذلك أنا أتصور أن المطلوب عودا على سؤالك لمواجهة مثل هذا التضليل أو الإعلام، وحينما تحدث عن الإعلام اسمح لي أن أقول دائما قناة الجزيرة ولا أكترث كثيرا بما يقوله الإعلام القطري داخليا، أنا أقول أن استمرار الوضع الحالي هناك نشاط كبير جدا من مختلف أجهزة الإعلام الخليجية والعربية، يعني حتى تلفزيون البحرين واحد من الآن التلفزيونات التي تنشط كثيرا في تقديم مختلف التقارير للمشاهد المحلي وأيضا المشاهد الخليجي، استمرار القنوات الإقليمية الأخرى المعروفة والتي تملك حظوة على مستوى الإعلام الدولي في بث التقارير التي تفند وتبين الدور الذي لعبه الإعلام القطري وفي مقدمته الدور الذي لعبته قناة الجزيرة، لأن استمرار مثل الوضع الحالي وهو وضع تحشيدي في الواقع أجبر قناة الجزيرة والإعلام القطري على أن يأخذ موقف المدافع عن نفسه بدلا كان في السابق يعني يمارس عملية هجوم واستهداف بشكل مستمر للدول العربية ولأمنها والاستقرارها.
ولعلي فقط أذكر أن من ضمن الوسائل التخريبية التي مورست من قبل الإعلام القطري، وأتحدث أيضا عن قناة الجزيرة، هو الترويج الذي حدث لمختلف الجماعات الإرهابية في المنطقة التي باتت اليوم تفت في عدد الدول العربية. يعني مثلا سبقا تطرقت إلى المقابلة الشهيرة التي أجرتها قناة الجزيرة القطرية مع أسامة بن لادن في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها يقومون بالبحث عنه في كل مكان تمكنوا من الوصول إليه. أيضا تمكنت قناة الجزيرة من الوصول إلى عدد من المسؤولين أو القياديين البارزين في ميليشيات إرهابية معروفة على مستوى الإقليم، في حين لم يكن أحد من لم تكن أي وسيلة إعلامية قادرة على فعل ذلك. وهذا يبين خطوط وحبال تربط قناة الجزيرة بهذه الميليشيات وهذه الجماعات الإرهابية المنتشرة في الوطن العربي، ويبين أيضا أن هناك سياسة متبنى من قبل دولة تدعم مثل هذه الأمور. إذن ماذا نحتاجه اليوم من الإعلام العربي مقابل هذه الأجندات السياسية والإرهابية التي تروج لها الجزيرة أو الإعلام القطري تحديدا؟ هو من المطلوب أن يتوقف الإعلام العربي بشكل يعني خاص عن ممارسة دور رد الفعل. نعم. ينبغي أن يستمر مثل الوضع الحالي. اليوم يمارس الإعلام العربي دور الفعل وليس رد الفعل. في السابق كانت هناك تقارير خجولة جدا تبث من قبل بعض قنوات الإعلام ردت كرد فعل على التقارير التي تبث من قبل الإعلام القطري وفي مقدمة قناة الجزيرة. أما اليوم فهناك فعل، وهذا الفعل ينبغي أن يستمر، هو قوته في الاستمرار. إذا ما استمر هذا الفعل فبكل تأكيد سوف يكون هناك وعي كبير جدا، شريحة كبيرة جدا من المواطنين سواء كانوا في الخليج أو في الوطن العربي سوف تنتبه إلى هذا الدور التخريبي الذي مورس من قبل الإعلام القطري، وسوف يكون للإعلام العربي حظوة في الاستمرار في صنع الخبر ونشره بشكل سباق، بدلا من أن تكون هناك ردود أفعال خجولة جدا هي في الغالب يعني تتسم بأنها مؤقتة وتنتهي بشكل سريع. نعم، جمعية الصحفيين البحرينية عقدت ندوة طبعا للإعلام حول الإعلام القطري، طبعا قدمها الأستاذ محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتي. ما مدى الحاجة اليوم إلى مثل هذه الندوات، إلى مثل هذا التقارب الإعلامي بين الصحفيين بين الإعلاميين للخروج بمنظومة موحدة لمواجهة ومجابهة هذا التحدي، هذا يعني الكم الهائل من الافتراءات ومن الذي يقدمه الإعلام القطري وأيضا قناة الجزيرة تحديدا. لكل إعلام هناك هدف، يعني قناة الجزيرة في النهاية لابد أن نتحدث عنها بأنها جزء من مشروع. نعم. وهي أدت يعني مهامها سياسي. نعم، أدت مهامها على الدور الأكمل. في المقابل هناك حاجة لأن يكون هناك حراك حوار مستمر ليس فقط على مستوى يعني الصحفيين داخليا في الخليج، وإنما ينبغي أن ينتقل مثل هذا الحراك والحوار والنقاش ليمثل بشكل رسمي من قبل وسائل الإعلام. يعني اليوم مطلوب من وسائل الإعلام العربية أن تكون مواكبة للخبر ومستمرة. يعني أبسط مثال أضربه على ذلك عاصفة الحزم. عاصفة الحزم بمجرد انطلاقها قبل سنتين تقريبا قامت وسائل الإعلام في المنطقة بمواكبة الحدث، ثم تراجعت وبقيت المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تواكب الخبر. لذلك المشكلة التي يعاني منها الإعلام الخليجي والإعلام العربي هو أن هناك ردود أفعال مؤقتة فقط، لا توجد هناك سياسة متبناة بشكل. ربما الأمر يختلف بالنسبة لعاصفة الحزم بأنها عمليات عسكرية، وربما لا يمكن الإفصاح عن كل ما يجري في خلال عاصفة الحزم. أنا لا أتحدث عن وربما الإفصاح نحن اليوم لا أتحدث في الواقع عن الإفصاح عن يعني الإفصاح عن أسرار عسكرية، هذا نعم. طبعا أمر غير وارد، ولكن الاستمرار في فضح الأطراف الحوثية هذا أمر مطلوب جدا. يعني مثلا تسليط تقارير بشكل مكثف على، وهذا ما فعله الإعلام السعودي على سبيل المثال. نعم. تسليط الضوء على الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان من قبل جماعات الحوثية هذا كان أمر مهم جدا. نعم. لكن استمر الإعلام السعودي وتراجع الإعلام الخليجي. المطلوب هو أن يكون هناك استمرارية في العمل الإعلامي لمواجهة، إذا كنا نريد أن نواجه الإعلام التضليلي الذي يمارس من قبل قناة الجزيرة فالمفروض أن يكون هناك نفس النفس واستمرارية في استمرار التقارير، استمرار الأفكار التي تقدم للمتابع حتى يكون هناك نوع من الندية، بل يتمكن الإعلام العربي من التفوق على التضليل الذي تمارسه قناة الجزيرة. ولكن أعتقد بأن الإعلام العربي اليوم والإعلام الخليجي تحديدا بأن هناك وعي أكثر، خاصة بعد الأزمة التي حدثت وكثير من الملابسات والحقائق التي انكشفت من خلال ما جرى مع دولة قطر. الكاتب المحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة، شكرا جزيلا لك.